السلام عليكم شباب سكندري 2 ساينتفك سيكشن، الشباب علمي. النهارده ان شاء الله هنعمل فاينل ريفيجن كده للاستاتكس، وان شاء الله فيديو تاني نعمل فاينل ريفيجن للسوليد جيومتري. فمع بعض كده يا جماعه هنشوف سؤال سؤال ونشرح مع بعض بالراحه ان شاء الله. كويستشن 1 بيقول لنا ايه يا جماعه؟ بيقول اي بي از ا يونيفورم رود، الراجل رسمه لي with length 20 سنتيمتر and its weight 13 نيوتن attached by a smooth hinge fixed on a vertical wall in the end A and at the end B suspended by a light string with length 20 root 2 centimeter. Its other end fixed at point C on the wall above point A. If the rod is in equilibrium in the horizontal position, then the reaction of the hinge is أو بيعمل إيه من الأربع حاجات دول؟ بصوا يا جماعة، الراجل بيقول إن ده رد يونيفورم رد، يعني الويت بينزل من الميد بوينت بالظبط. هو قال ان دي 20 سنتيمتر، يبقى من النص بالظبط عند 10 سنتيمتر و10 سنتيمتر هينزل الويت اللي هو قال عليه 30 نيوتن. طيب هنا في سترنج، يبقى اكيد بيطلع منه تنشن فورس. الراجل قال ايكوليبريم. طبعا يا جماعه احنا عارفين عندي تو فورسز هنا، فورس اسمه ويت وفورس اسمه تنشن. مبدئيا بعمل اكستنشن للويت عشان يوصل لحد التنشن، كده هما اتقابلوا في البوينت دي. طيب انت حضرتك عارف كويس جدا ان ما دام تو فورسز ميت ات وان بوينت، يبقى لازم الفورس الثالثه تتقابل معاهم في نفس البوينت. طيب الاثنين الويت والتنشن اتقابلوا في البوينت دي، طبعا دي اللي هي الميد بوينت اوف بي سي، عشان طبعا طالعه من ميد بوينت وبارلل، عشان الاثنين فيرتيكال يبقى رايح على ميد بوينت زي بريب 1 ما عارفين في اولى اعدادي. طيب كده الرياكشن بتاع الهنج، الهنج اللي هو هنا اهو عند الاي، الرياكشن المفروض يطلع فين؟ المفروض يطلع يعدي بنفس البوينت دي عشان يبقى 3 فورسز كونكرنت او ميت ات 1 بوينت. يبقى كده يا مستر الاجابه الصح ان الرياكشن لازم يبقى بايسكتس بي سي، لازم يبقى معدي في النص بالظبط. بايسكتس يعني قاسمها نصين. طيب السؤال الجاي، الراجل راسم لي رسمه بيقول لي ان ده بادي الويت بتاعه 6 كيلو جرام ويت، هنا فورس اف وهنا رياكشن ار وهنا انجل 30. طلب مني ذا سم اوف ماجنتيود فورس اند ذا رياكشن اوف ذا بلين اون ذا بادي، يعني عايز الاف بلس الار. طيب بالراحه كده، اول حاجه واضح قوي ان احنا نشتغل انجلز وبعدين نقول لامي رول. هنا مبدئيا دي 30 ديجري، يبقى دي كمان 30 ديجري بحرف الاف، لو واخدين بالكم كورسبوندنج انجلز دي مع دي. طيب 30 و90 يبقى اكيد فاضل هنا 60 ديجري عن طريق ال 180 عشان ده تراينجل. طبعا هوريزونتال وفيرتيكال يبقى دي 90 ديجري، وطبعا فوق هنا 90 وهنا 90. تعالوا بقى نعمل لامي. لما بيقول R over sin الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين اللي هي هنا 90 equal F over sin الانجل اللي ما بين الاتنين التانيين 90 plus 60 يعني 150 equal 6 over sin، ركز كده، مين الانجل اللي ما بين ال R وال F؟ هتلاقي 30 و90 يعني 120. كده اخر واحده دي كملت، هنعمل كروس مالتيبليكيشن علشان نطلع الار وعلشان نطلع الاف. هتلاقي ببساطه جدا لما تعمل كروس مالتيبليكيشن الار هتطلع طبعا 6 باي ساين 90 ديفايد ساين 120 واقفل البراكت، هلاقي الار طلعت لي 4 روت 3. الاف 6 باي ساين 150 ديفايد ساين 120 هلاقيها طلعت 2 روت 3. هو عايز الصم بتاعهم يعني البلس بتاعهم 4 روت 3 بلس 2 روت 3 يديني 6 روت 3. السؤال اللي بعده، two forces are equal act at a point and the measure of the angle between them is 90 degrees. طبعا الانجل between them اللي هي الالفا. And the resultant is 8 نيوتن. Then the magnitude of each is not. السؤال ده طبعا يا جماعه بيتكرر كتير جدا، فتعالوا كده بالراحة. طبعا انت حضرتك هتبقى الرولز معاك في الامتحان، هتفتح الرول بتاعت السبيشال كيس اللي بتقول لك if the two forces are equal، هتلاقي مكتوب الرول are equal
2F كوزاين ألفا أوفر 2. كل اللي عليك إن أنت بتبدأ تعمل سبستيتيوشن بتعوض ال R ال ب 8 إيكوال 2 ال F هو عايزها كوزاين الألفا اللي هي 90 أوفر 2 بقت 45. طيب حضرتك علشان تجيب ال F هتقوم عامل إيه؟ هنا أنا مضايقني ال 2 ومضايقني كوزاين ال 45 هيمشوا تحت ال 8 بالديفايد فبقت 8 أوفر 2 كوزاين 45. وأقفل الباكت نطلع الكالكيتور نعملها مع بعض 8 أوفر 2 كوزاين احنا ما نزلناش تحت 8 أوفر 2 كوزاين 45 طلعت الإجابة 4 روت. يبقى الإجابة الصح عندنا إن الـ F equal 4 روت 2. الكويستشن اللي بعد A force of magnitude 5 root 3 newton act in direction 30 degrees east of north. طيب أول حاجة الناس بتحب ترسم الأسئلة اللي من النوع ده، طبعا يعني مش محتاجين نفكر بقى الناس، ده الـ east west north south. لما بيجي يقول لك east of north بتحط الانجل مع الكلمة التانية اللي هي بعد ال of east of north، يعني هنا كده عند ال north احط ال 30 degree. طيب is resolved into two perpendicular components in direction then the value of component in the east direction equal نقط. طيب احنا الفورس دي الراجل كان قال لي الماجنيتيود بتاعها 5 روت 3، انا عايز اعمل لها ريسولف انتو تو بيربنديكولار كومبوننتس. هو قال واحده منهم الايست دايركشن، اكيد الثانيه اللي هي النورث دايركشن، هم دول بيربنديكولار. طب فكرنا يا مستر، احنا دايما يا جماعه قلنا لو بنعمل ريسولف في اتنين بيربنديكولار القريبه من الانجل بتاخد الكوزاين، البعيده بتاخد الساين. فانا لو هشتغل على انجل 30 اللي هو قالها عشان اجيب الايست دايركشن الكومبوننت بتاعها بكام، هقول الفورس اللي هي 5 روت 3 ساين الانجل اللي هي 30 ديجري. طيب ليه يا مستر ساين؟ علشان حضرتك قلنا اللي قريبه من ال 30 من الانجل اللي هي لو النورث تبقى كوزاين 5 روت 3 كوزاين 30، البعيده بقى عند الفاضيه تاخد الساين 5 روت 3 ساين 30. هلاقيها على الكالكليتور طلعت 5 روت 3 اوفر 2. طب يا مستر هو احنا عشان السؤال ده جه في دماغنا يا مستر، لو بنعمل ريسولف بس على اتنين مش بيربنديكولار، يعني لو هنا فورس اسمها 5 هنا انجل سي اسمها 40 وهنا انجل اسمها 70 وهنا اف 1 وهنا اف 2، لو يا مستر عايز اجيب اف 1 واف 2 وركز عشان اقولها كتير قوي، لو بتعمل ريسولف اتنين مش بيربنديكولار يبقى مش هنعمل حوار الكوزين والساين. امال ايه يا مستر؟ اسمع وافتكر معايا، كنا بنقول اف 1 ايكوال ار اللي هي 5 ها ار ساين ثيتا 2 ثيتا الثانيه اللي هي 70 اوفر ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 اللي هي 70 بلس 40 110. طب لو عايز اف 2 تبقى r sin ثيتا 1 يعني 5 sin 40 over sin ثيتا 1 plus ثيتا 2 اللي هي 40 plus 70 برضو 110. طيب الكوستن اللي بعده، احنا بس حبينا نفكركم بقصة الريسولف لو مش اتنين perpendicular، اما لو perpendicular بنعمل كوزين وساين مرة واحدة. طيب السؤال اللي بعده، الراجل جاي بيقول لي if the body is in equilibrium under acting of the shown forces then measure of angle theta equal نقط. طيب حضرتك بقى ركز معايا في الحتة اللي هنقولها دي، الراجل هنا طالب منك انجل ثيتا بكام؟ طب يا مستر بالراحة بقى كده انا هعمل ايه؟ ركز كده، احنا قلنا ممكن اللاين بتاع الرياكشن ده نعمل له اكستنشن، اكستنشن طبعا المفروض يبقى نازل كده حتة واحدة. قلنا كتير قوي ان الانجل دي بتبقى هي الانجل اللي بره دي، فهنقول عليها ثيتا، هو كمان الانجل دي قايل عليها ثيتا.
طيب بالراحة بقى، تعالى نبدأ نعمل لامي رول. هنقول طبعا في فرصة اسمها هاف دبليو، هنقول هاف دبليو اوفر ساين مين بقى؟ احنا المفروض قلنا اوفر ساين الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين اللي ما بين الار والدبليو. طب بص كده، مش الار لما طولت لها اكستنشن بقت 180؟ انا عايز الحته اللي هي من غير الثيتا، يبقى اقدر اقول 180 ماينس ثيتا. خلي بالك ما هي كلها 180، الحته دي ثيتا، يبقى اللي انا عايزها 180 ايه ماينس ثيتا. طيب ايكوال دبليو اوفر الانجل اللي ما بين الار والهاف دبليو 90، يبقى دبليو اوفر ساين 90. طيب الراجل بيسال عن ايه يا مستر؟ الراجل بيسال عن الثيتا بكام. طيب تعالى كده بالراحه معايا، اول حاجه حضرتك تقدر تكنسل الدبليو مع الدبليو. 180 ماينس ثيتا، بنسال نفسنا من اولى ثانوي الثلاث اسئله، ال 180 تشينج اور دازنت؟ هتقول لي دازنت تشينج يا مستر، فتبقى هاف اوفر ساين ثيتا. ويتش كواد؟ 180 ماينس ذا سكند كواد، الساين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ده بيتها يا مستر، يبقى بوزيتيف. كل ده ايكوال، الدبليو خلاص راحت بقى هنا 1 وساين 90 كده كده ب 1. طيب اعمل كروس مالتيبليكيشن، هيطلع لك ان ساين ثيتا ايكوال هاف تايم 1 ديفايدد 1، طلعت بهاف. طيب ساين ثيتا ايكوال هاف، يبقى الثيتا هنعمل شيفت ساين 1 اوفر 2 تطلع 30 ديجري. الحاجه اللي ما تفهمهاش عيدها مره واثنين وثلاثه لغايه ما تفهم. وخلي بالك دايما لما بنعمل اكستنشن للرياكشن بيبقى الانجل دي قد الانجل اوف انكلينيشن اوف ذا بلين اون ذا هوريزونتال، يعني دي دايما قد دي، الانجل اللي ما بين اكستنشن الرياكشن والويت قد الانجل اوف انكلينيشن. السؤال اللي بعده بيقول لي if 3 the 3 coplanar forces if 1 و if 2 if 3 act at a point and the resultant كذا. مبدئيا يا شباب لو هو بيدي لك الريزلتنت على شكل بولر فورم زي ده، احنا قلنا البولر فورم معناه انه بيديني الماجنتيود بتاع الريزلتنت والدايركشن اللي هو الانجل. احنا اول حاجه نحولها لكارتيزيان فورم اللي هو الاكس والواي. الاكس بيتجاب ازاي؟ بنقول النورم اللي هو الماجنتيود كوزاين الانجل، كوزاين 3 اوفر 4 باي. طيب الواي النورم ساين الانجل 3 اوفر 4 باي. طبعا الباي ما دام موجوده يا شباب جوه ساين او كوزاين او تان، الباي هنا معناها 180. فانت لو حسبت 3 اوفر 4 ملتبلاي 180 هتلاقي طلعت لك 135. نقوم جايبين الكالكوليتور الجميله بتاعتي، نقول لها يلا يا ستي 10 روت 2 يطلع بره الروت ما تنساش، كوزاين احنا قلنا 135 ايكوال طلع نيجاتيف 10. طيب نجيبها ونخلي بقى بدل الكوزاين نخليها ساين علشان نجيب الواي، طلعت بوزيتيف 10. يبقى انت كده جبت الاكس وجبت الواي. مين هي يا جماعه الاكس؟ هو مجموع الاي كومبوننتس. تعالوا كده نجمع الاي بتاعت اف 1 واف 2 واف 3، هتلاقي بص بقى ركز 5 وهنا نيجاتيف 14، ادي كده نيجاتيف 9 ومعاك الاي اللي انت محتاجها، يبقى يا مستر تكتب له كده نيجاتيف 9 بلس اي. هو مين الاي كومبوننتس؟ هم الاكس، والاكس طالع لي بنيجاتيف 10، يبقى كل ده يا مستر ايكوال نيجاتيف 10. ماشي النيجاتيف 9 بالبوزيتيف يبقى الـ A equal negative 10 plus 9 تدي لك negative 1. نفس الكلام على الـ J اللي هم بقى الـ Y، طبعا دي المفروض J. هعمل 3 plus 6 ادي 9، 9 plus B هم قايل له يبقى 9 plus B، الـ J بقى المفروض equal الـ Y اللي هو 10. ماشي الـ 9 بالماينس 10 minus 9 طلعت 1. كده انت جبت الـ A وجبت الـ B، هو عايز A plus B يبقى negative 1 plus 1 equal 0، يبقى الاختيار الصح C اللي هي 0. السؤال الجاي بيقول لي F1 equal كام؟ طب احنا لسه مراجعين على دي حالا يا شباب يا حلوين. هتسأل نفسك الأول هل دول perpendicular؟
اجمع كده 30 بلس 45 تديك 75، يبقى دول مش بيربنديكولار، مش 90 ديجري، يبقى مش هعملها بالكوزاين والساين اللي هي السهل. امال هعمل ايه يا مستر؟ هعمل القانون اللي سائله من شويه عشان اجيب اف 1 ايكوال. افتكر معايا، هكتب القانون اهو، ار ساين ثيتا 2، يعني ثيتا الثانيه مش اللي عند الفرصه اللي انا عايزها، اللي عند الفرصه الثانيه، اوفر ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. اديني كتبت لك الرول يا عم. ابدا يلا سبستيتيوت معايا، ار اللي هي 12 ساين ثيتا 2 اللي هي 30 اوفر ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2، اجمع 30 بلس 40 يديك 75. لو حسبت 12 ساين 30 على الكالكيتور يطلع لك 6 اوفر ساين 75. طب بذكائك كده مين في الاختيارات دي نفس الاجابه بتاعتنا؟ انت الساين دي لو طلعت لفوق هي كده كانها 1 اوفر ساين، يعني 6 ملتبلاي 1 اوفر ساين، 1 اوفر ساين اللي هي كوسك، عكس الساين كوسك، فيا مستر كانها هي 6 كوسك 75. طبعا حضرتك هتطلعها، لو انت مش عارف الكلام ده هتطلعها على الكالكيوتر بكام، وهتجرب كل اختيار من الاربعه بكام اللي هتبقى زيها، يبقى هي دي الصح. If the force F is in equilibrium with two perpendicular forces of magnitudes 8 and 15, then the value of F equal كام نيوتن؟ طيب الراجل بيقول لي ايه؟ If the force F equilibrium with two perpendicular forces، يعني انا عندي يا جماعه التو فورسز دول بيربنديكولار على بعض 8 و15. طيب بيقول لي الاف ده ايكوليبريم معاه، طبعا ايكوليبريم يبقى لازم يقفل تراينجل. طب ما هو كده بيربنديكولار يا مستر، يبقى التالت ده هجيبه بايثاغورس. يبقى انت عشان تجيبه هنا الهايبوتنس هتقوم عامل لي، طلع الكالكليتور، هتقوم جاي كاتب لي ايه حضرتك؟ سكوير روت 8 باور 2 بلس 15 باور 2، كانك بتجيب بايثاغورس عادي، يبقى الانسر الصح 70. السؤال اللي بعده بيقول لي two forces magnitudes 3F و 2F meeting at a point and the magnitude of the resultant 5F then the measure of the angle between them equal كام؟ هنا في بني ادم بيفهم هيعملها بسرعه وهيلمح الراجل عايز منه ايه، وفي بني ادم هيعملها بستبس. اللي هيعمل بستبس هيستخدم قانون الريزلتنت العادي اللي هو هنا، دي مش سبيشال كيس، فيقول لي ار ايكوال سكوير روت اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا. هتتعبوا شويه، هيحط الار ب 5 اف، هيحط الاف 1 ب 3 اف والاف 2 ب 2 اف، هيبقى عنده الالفا، هيبدا يحل ايكويجن، يودي السكوير روت بالباور 2 والباقي بالماينس وهكذا، وفي الاخر شيفت كوزاين. طب يا مستر دي رخمه، انا بقى بني ادم بفهم، ما دام انت يا حلو بتفهم، لو واخد بالك الريزلتنت 5F التو فورسز 3F و2F، يعني لو جمعناهم على بعض يديني ال 5F. هو امتى الريزلتنت بتبقى ايكوال الصم بتاع التو فورسز؟ هتقول لي يا مستر ده لو الماكسيمم ريزلتنت. طب امتى بيحصل الماكسيمم ريزلتنت؟ لو هما الاثنين واقفين جنب بعض بيزقوا مع بعض في نفس الدايركشن. طب ما دام جنب بعض يا مستر يبقى الانجل زيرو من غير اي ستيبس. اما مستر لو كان قال لي ان الريزلتنت بالماينس بتاعه، يعني يا جماعه لو عملنا 3F وماينس 2F هتديني 1F، لو كان قال ان الريزلتنت 1F دي كده المينيمم ريزلتنت. امتى بتحصل؟ لما بيزقوا اوبوزيت لبعض، اوبوزيت دايركشنز، كان ساعتها الانجل تبقى 180، لكن مع بعض يبقى الانجل 0 ديجري. طيب هنا بيقول يا جماعه ان في بادي اوف ويت 100 جرام ويت از اتاتشد تو ذا اند اوف ا سترينج اتس ايكوليبريم ان ايكوليبريم اندر ذا افكت اوف ا فورس بيربنديكولار تو ذا سترينج، اللي هي الاف دي بيربنديكولار على السترينج ده. When inclined to the vertical wall، دي كانها الفيرتيكال وول، السترينج بيميل عليها انجل 30 ديجري. هات لي الاف والتي بكام؟ طيب واضح جدا يا جماعه ان السؤال ده احنا عملناه كتير قوي. الفيرتيكال وول مع الويت، الويت طبعا بيبقى فيرتيكالي داون ووردز، هما الاثنين بيكونوا بارلل. هينتج عن الكلام ده حرف يو
interior angles. هنا 30 يبقى المفروض يا مستر الحرف اليو بيبقى مجموعهم 180 minus 30 يديني 150. فالبني ادم الشاطر بعد كده يقول لي يا مستر واحنا عارفين من زمان اللي حوالين بعض دول الاكيميوليتيف ب 360. هعمل 360 minus bracket 90 plus 150 هيديني يا مستر 120. كده انا جبت الانجلز كلها ابدا اطبق لامي's rule او الاف اوفر ساين الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين اللي ما بين التي وال100 150 ايكوال 100 اوفر ساين 90 ايكوالز تي اوفر ساين الانجل اللي ما بين الاف وال100 120. طيب علشان اجيب الاف يا شباب طلع الكالكليتور. عشان تجيب الاف هنعمل كروس ملتيبليكيشن 100 ملتبلاي ساين 150 ديفايدد ساين 90 اللي هي 1 ملهاش لازمه بس ما علينا. طلعت ان الاف طلع الاف ب 50 جرام ويت. طيب التي بنفس الطريقه هنقول عشان نجيب التي 100 باي ساين بقى نرجع بس كده 120 اوفر ساين 90 طلعت 50 روت 3 يبقى الاجابه الصح بتاعتنا هو طلب الاف الاول وبعد كده التي يبقى 50 و50 روت 3 اللي هي سي. اللي يختار ايه غلط عشان كده كانت هتبقى العكس. هو بدا بالاف فانا احط الاف الاول. السؤال اللي بعده بيقول لي تو فورسز اوف ماجنيتيودز 7 اند اف نيوتن and the resultant bisects the angle between the two forces. يبقى الاف بكام؟ قلنا الموضوع ده كتير قوي يا جماعه. الراجل لما بيقول لك ان الريزلتنت بتبايسكت الانجل يعني يا جماعه كان التو فورسز اهم والريزلتنت بتقسم الفورس او الانجل ما بينهم نصين بالظبط. قلت لك ساعتها كان الراجل عايز يقول لك بس بطريقه مستخبيه ان التو فورسز ار ايكوال. تاني كلمة the resultant bisect the angle between the two forces هي كلمة the two forces are equal. فما دام الفرصة الأولى ب 7 يبقى الفرصة الثانية ب 7 وأنا مغمض. اللي المعلومة دي تايهة عن دماغه هيتعب فيها قوي. اللي عارفها يحلها في ثانية واحدة. السؤال اللي بعده three coplanar forces meeting at a point and equilibrium if 7 and 3 newton are two forces of them then the third force can be equal كام؟ يعني بيقول لي عندي فورس مثلا ب 7 وفورس ب 3 يبقى الفورس الثالثه ممكن تبقى بكام؟ خلي بالك وقال لك ايكوليبريم فانت راجل بتفهم وعارف ايكوليبريم يبقى لازم اقوم راسم او اقفل تراينجل كامل. فانا كده عايز السايد الثالث بتاع التراينجل. احنا واخدين من زمان لازم مجموع اي تو سايدز يبقى اكبر من الثيرد. لو خدنا 11 احنا طبعا بنختصر وبنعمل تيست للاثنين الصغيرين 7 بلس 3 ب 10 ال 10 مش اكبر من ال 11 يبقى ده ما ينفعش يبقى تراينجل اصلا. طب لو 2 ال 2 وال 3 هم الصغيرين برده مش اكبر من 7 عشان مجموعهم 5 ونفس الكلام على ال 3 الوحيده اللي هتنفع هي ال 5. تعالى جرب كده. كده مين اصغر اثنين يا جماعه؟ ال 3 وال 5 هم اصغر اثنين. اعمل كده بلس 3 بلس 5 طلع لك 8. ال 8 فعلا اكبر من ال 7 يبقى كده ايكوليبريم عشان قفل وبقى تراينجل. السؤال اللي بعده A body of weight 340 نيوتن is placed on a smooth plane inclined to the horizontal by an angle of measure theta واداني ان tan theta equal 8 over 15 then the component of the weight in the direction normal to the plane. ركز بقى في دي. ادي الويت اهو كان ده الريزلتنت يعني. انا عايز اعمل له ريسولف. ما هو اول ما اقول لي كومبوننتس يبقى عايز نعمل له ريسولف. الريسولف بيبقى على اثنين هو في النص ما بينهم يبقوا بيربنديكولار على بعض. عندنا ده اللي هو دايركشن البلين او دايركشن ذا جريتست سلوب وعندنا ده اللي هو الاكستنشن بتاع مين يا جماعه؟ ايوه بتاع الرياكشن. والاثنين دول 90 ديجريز على بعض. طيب هو عايز انهي واحد؟
هو قال لي in the direction normal to the plane. كلمة normal يا جماعة هي كلمة perpendicular أو كلمة orthogonal. orthogonal برضو perpendicular. هل الأنهي واحد في دول هو البربنديكولار على البلين؟ هتقول لي يا مستر طبعا هو ده اهو، ده كده بربنديكولار على البلين. فانا كده عايز اشوف الكومبوننت بتاعت الويت في الدايركشن ده، يعني من الاخر عايز اعمل ريسولف للويت على اللاين ده. طب احنا لسه مراجعين من شويه ان اول ما بطول الاكستنشن للرياكشن، الانجل اللي ما بين الاكستنشن الرياكشن والويت بتكون قد الانجل اوف انكلاينيشن، يعني دي اسمها ثيتا. واتفقنا يا جماعه لما اعمل ريسولف على تو فورسز بيربنديكولار، القريبه من الانجل بتاخد الكوزاين، فيبقى دي اسمها 340 اللي هو الويت او الفورس اللي بتتوزع كوزاين ثيتا. فانت هتقول لي يا مستر ما عنديش ثيتا، هقول لك بس الراجل ادالك ايه يا باشا؟ ادالك 10 ثيتا، لو اعتبرنا دي ثيتا اهي. اداك 10 ثيتا 8 اوفر 15، ال 10 تقى. اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يعني ادي 8 وادي 15. حضرتك بمنتهى البساطه هتقوم عامل بايثاجوراس عشان تجيب الهايبوتنس، هيطلع 17 سكوير روت 8 باور 2 بلس 15 باور 2. بعد ما جبناه انا عايز 340 كوزاين ثيتا، يبقى ايكوال 340 ملتبلاي كوزاين بقى مين اوفر مين؟ كهربة ادجيسنت اوفر هايبوتنس، يعني 15 اوفر 17. من غير ما اطلع الثيتا بكام، انا يهمني كوزاين ثيتا على بعض بكام. نطلع الكالكيتور نحسبها، 340 ملتبلاي 15 اوفر 17، بقت الإجابة 300 نيوتن. طيب السؤال اللي بقى برضو بنأكد على المعلومة، عندي هنا فورس اسمها 12 هيحصل لها ريسولف انتو تو كومبوننتس اف 1 واف 2، بس هما مش بيربنديكولار على بعض. هتقول لي يا مستر طب ما هو رايت اهو، لا هنا الريزلتنت والاف 2 هما اللي بيربنديكولار. احنا بنتكلم لازم التو فورسز اللي يبقوا بيربنديكولار عشان اعمل كوزاين وساين زي اللي فاتت، لكن هنا بالقانون او بالرول اللي احنا مراجعينه مع بعض كتير هنقول يلا هو عايز مين؟ عايز اف 2. هنقول اف 2 ايكوال، فكرني بقى، ار اللي هي 12 ساين ثيتا 1 اللي هي 30 اللي عند اف 1 اوفر ساين ثيتا 2 بلس ثيتا 1 او ثيتا 1 بلس ثيتا 2 30 بلس 90 120. هنحسب على طول بالكالكليتور، طبعا ساين 30 بهاف 12 تايم هاف ادي 6 ديفايد ساين 120، طلعت الاجابه 4 روت 3، يبقى هي دي اف 2 بتاعتنا 4 روت 3 نيوتن. الكويستشن اللي بعده، الراجل جاي بيقول a lamp of weight 280 جرام weight is attached to the end of a string. احنا ماسكينها يا جماعه بسترنج، بخيط، الخيط ده متعلق في الحيطه. بس مش بس كده، عشان يحفظ الايكوليبريم في بيربنديكولار فورس اثرت على اللامب، هي بيربنديكولار على السترنج عشان تفضل محافظه على التوازن او الايكوليبريم بتاعها. الراجل وبيقول لي انجل 60 مع الفيرتيكال، قال لي هات لي اف اوفر تي. طب احنا باين قوي يا جماعه ان الكلام ده بيخش على طول على لامي عشان بجيب انجل. خلاص عرفنا ادي حرف اليو 60، يبقى دي حرف اليو انتيريور 180 ماينس 60 ب 120، ده اكيوميليتيف يبقى 360 ماينس 120 بلس 90 طلعت 150. هتقوم جاي عامل لي لامي اف اوفر ساين 120 ايكوال تي اوفر ساين 150. انا ممكن اكتفي بكده على فكره، بس نكمل مش مشكله. equal 280 over sin 90. انا ليه قلت اكتفي بده؟ انا لو الراجل كان طالب الاف بكام او التي والتي بكام، كان لازم اكمل دي عشان اعمل كروس مالتيبليكيشن. هنا هو طالب اف اوفر تي، ممكن اقول له يبقى equal sin 120 over sin 150 من غير ما احتاج الاخيره خالص. يبقى الاف اوفر تي equal sin 120 over sin
50 equal root 3، يبقى هي دي الاجابه الصح بتاعتي. وخلي بالك قال لك اف اوفر دي. طب يا مستر انا هعمل كروس ملتيبليكيشن اطلع الاف عن طريق اخر واحده دي، وكروس ملتيبليكيشن واطلع التي واعملهم ديفايد بعض، في مشكله؟ لا مفيش مشكله، وهي هي بس خدت وقت اكتر شويه. طيب هنا بيقول لي ميجر اوف انجل بي اي سي ايكوال 90 ديجري، طبعا اللي هو فيرتيكال وول مع هوريزونتال، ادي 90 ديجري. The three forces are in equilibrium. هو عايز R minus T. فين ال three forces؟ ادي ال reaction اهو، وادي ال tension، وادي ال weight. طب مبدئيا تعالوا نظبط كل حاجة قبل ما نبدأ. ده 30 سنتيمتر، ال weight نزل من النص بقى 15 و 15. ده 30 وده 30 وده right، أقدر ببايثاجوراس أجيب CB. سكوير روت 30 باور 2 بلس 30 باور 2 طلع 30 روت 2. يبقى ده كله 30 روت 2. اتفقنا ان هنا ميد بوينت وباراليل، يبقى رايحه على ميد بوينت، فال 30 روت 2 هتتقسم، ده 15 روت 2 وده برضه 15 روت 2. طيب اللي طالع من الاي ده نازل على ميد بوينت، يبقى ميديان. ميديان خارج من رايت انجل، يبقى هاف الهايبوتنس، هاف ال 30 روت 2 يبقى هي كمان 15 روت 2. انا بعلمك في المساله دي بتجيب الكلام ده ازاي. طيب اخر واحده هنا 100 بوينت و100 بوينت، يبقى البارلل ده هاف اللي اوبوزيت ليه، ده 30 يبقى ده 15. الراجل طلب مني ار ماينس تي. طب علشان نحلها عندنا دلوقتي طريقه التراينجل اوف فورسز، لازم اختار تراينجل. خلي بالك بقى التراينجل اوف فورسز لازم يبقى فيه شرط من الثلاثه، ان الفورس بتاعتك يا اما تبقى على سايد من الثلاثه، يا اما بارلل لسايد من الثلاثه، يا اما على اكستنشن لسايد من الثلاثه. طب تعالوا كده نشوف. لو جينا يا جماعه مثلا اخترنا التراينجل اللي اسمه سي اي اكس مثلا، التراينجل ده تعالوا كده نشوف هل هيفي بالشروط ولا لا. ال 20 اللي هي الويت بارلل لل 30، تمام. الار رياكشن ده اكستنشن بتاعها 15 روت 2، طب تمام. التنشن ده السايد اصلا بتاعها اللي هو 15 روت 2، يبقى فعلا الترينجل اوف فورسز ده جمع الثلاث شروط، تقوم جاي قايل لي ار على الاكستنشن بتاعها 15 روت 2 ايكوال 20 اللي هو الويت على البارلل اللي هو 30 ايكوال تنشن اللي هو تي على 15 روت 2 اللي هو السايد بتاعه. طيب انت دلوقتي عشان تجيب الرياكشن او تجيب التنشن هنعمل كروس ملتيبليكيشن، الار 20 باي 15 روت 2 ديفايد 30، التي برضه 20 باي 15 روت 2 ديفايد 30. طب ما كده يا جماعه الاثنين اصلا يطلعوا ايكوال، حتى انت لو جربت على الكالكليتور هتلاقي فعلا ان الاثنين ايكوال، وهو عايز الماينس بتاعهم، يبقى اكيد رقمين ماينس بعض الايكوال، رقمين ايكوال لبعض الماينس بتاعهم ايكوال زيرو. انت لو جبت حتى كل واحده بكام هتطلع زيرو. هنا الراجل بيقول لي the three forces are in equilibrium، يبقى measure of angle theta equal كام؟ وركز معايا في المساله دي عشان المساله فعلا حلوه ومهم. دلوقتي يا شباب الراجل بيقول لي ان الانجل دي اسمها ثيتا، والانجل اللي فوق دي كمان اسمها ثيتا، واداني فورس اسمها 4 root 3، واداني الرياكشن فورس، واداني الويت ب 12. طيب طلب مني ان انا اجيب الثيتا ازاي؟ طب ركز بقى واحنا بنعمل لامي. احنا قلنا انجلز يبقى على طول لامي يا استاذي. اول ما نروح لمسائل بالشكل ده وما فيهاش ارقام ومعقده شويه، قلت لك تطول الرياكشن. الانجل اللي طلعت بتبقى قد الانكلينيشن انجل، يعني اسمها ثيتا. تعالى بقى كده نعمل لامي. هنقول ايه بقى يا جماعه؟ هنقول 12 اوفر ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين. ركز بقى في اللي انا اقولها، ادي 12 اوفر ساين الحته دي اللي ما بين ال 4 3 والار، هعلم لك عليها اهي دي. طب هي دي بكام؟ انت المفروض عارف ان دي كلها ب 90، الار مع البلين، طبعا الرياكشن بيربنديكولار على البلين احنا عارفين. في حته اسمها ثيتا، يبقى اللي فاضله دي اسمها بالظبط 90 ماينس ثيتا ايكوال، ركز فيها دي كلها 90، حته ثيتا يبقى اللي فاضله 90 ماينس ثيتا ايكوال 4 روت 3
برضو اوفر ساين الانجل ما بين الاثنين التانيين. ادي 4 روت 3 اهي. الانجل اللي ما بين الار وال12 زي مساله عملناها من شويه، الستريت لاين كله 180 حته بثيتا. انا عايز الانجل اللي فاضله اللي ما بين الاثنين التانيين يبقى بالظبط زي ما انت بتقول 180 ماينس ثيتا. طب نكمل بقى، نرجع لموضوع اولى ثانوي يا جماعه، تشينج اور دازنت والقصص دي. ادي 12 ال 90 تشينج، فالساين هتبقى كوساين 90 ماينس فيرست كواد، الساين بوزيتيف في الفيرست كواد يبقى كده بوزيتيف تمام. طبعا انا ببص على اللي قبل ما تتغير بوزيتيف ولا نيجاتيف. الثانيه ال 180 doesn't change ففضلت ساين ثيتا. 180 ماينس ده معناه السكند كواد، الساين بوزيتيف ولا نيجاتيف ده بيتها يا مستر يبقى بوزيتيف. طب يا مستر وبعدين؟ احنا كده طالع لي ساين ثيتا وكوساين ثيتا، اعمل ايه عشان اجيب الثيتا؟ هقول لك شغل دماغك. انت دلوقتي عندك ساين وكوساين، ايه رايك لو عملنا ساين اوفر كوساين؟ هتديك ايه؟ ها؟ بالظبط هتديك تان. ساين اوفر كوساين هتديك تان، واحنا عندنا بروبرتي في الريشيو في البروبورشن بتقول لي اللي تحت على اللي تحت ايكوال اللي فوق على اللي فوق، يبقى تان ثيتا ايكوال 4 روت 3 اوفر 12. هتلاقيها طلعت لك معاك 1 اوفر روت 3، او اللي هي على الكالكيوليتر روت 3 اوفر 3. يبقى يا جماعه انا عملت اللي تحت على اللي تحت ايكوال اللي فوق على اللي فوق، عارفينها من زمان. ساين اوفر كوزين اللي هي تان. انا كده استفدت ايه؟ بدل ما كان عندي ساين وعندي كوزين بقى عندي واحده بس اسمها تان. دلوقتي بس اقدر اعمل شيفت تان 1 اوفر روت 3 تطلع الانجل 30 ديجري. طيب السؤال اللي بعده، الراجل بيقول لي اف 1 واف 2 ار تو فورسز ميتنج ات 1 بوينت ار ذا ريزلتنت، الار دي بيلونج من كلوزد انترفال 3 ل 13. عايز افهم جنبك حاجه، ما دام بيقول لك ان الريزلتنت من 3 ل 13 ده معناه ان 3 هي المينيمم ريزلتنت وال 13 هي الماكسيمم ريزلتنت. طب المينيمم ريزلتنت بتطلع لما بعمل لهم ماينس اف 1 ماينس اف 2 على اعتبار ان الاف 1 الكبيره مثلا، اما ال 13 بتطلع لما اعمل لهم بلس اف 1 بلس اف 2، وجايز ال 3 انا عارف جايز تبقى اف 2 ماينس اف 1 لو اف 2 الاكبر. طب المهم هو عايز 4 اف 1 بلس 4 اف 2. هتقول لي يا مستر انا واد شاطر وباخد ال 4 كومن فاكتور، بيتبقى لي جوه اف 1 بلس اف 2. طب ما انت لسه عارف ان اف 1 بلس اف 2 لسه قايلين ان هي 13، فتبقى 4 ملتبلاي 13 ايكوال 52. اخر سلايد معانا، الراجل بيقول لي هات الريزلتنت. سؤال انا جايبه بس عشان الناس تفتكر مش اكتر. قلنا بنجيب اكس وبنجيب واي، بنجمع كل الفورسز بانجلز عند الايست دايركشن. طب بالراحه كده، ال 4 اف اصلا على الايست، فتبقى 4 اف كوزاين 0 بلس 2 اف كوزاين 60، بتبعد عن الايست 60. طب ال 2 روت 3 اف كوزاين، ركز كده، الحته دي ب 30، يبقى اللي فاضله دي كلها 180 ماينس 30 يعني 150. طبعا والواي نفس الكلام بس بالساين، 4 اف ساين 0 بلس 2 اف ساين 60 بلس 2 روت 3 اف ساين 150. طيب لو حسبنا يا جماعه كالكليتور بقى ايا كان، كوزاين 0 ب 1 فكده 4 اف تايم 1 اسمها 4 اف، كوزاين 60 بهاف هاف تايم 2 اف ب 1 اف يبقى اسمها اف، كوزاين 150 اللي هي نيجاتيف نيجاتيف روت 3 اوفر 2 فهتبقى 3 اف. 4F plus F 5F 5F minus 3F ب 2F. طب الحلوة التانية، ساين الزيرو أصلا بزيرو فخلاص دي راحت، ساين 60 بروت 3 أوفر 2 فبقى اسمها لما عملناها تايم 2 بقى اسمها روت 3 بس ونزلنا ال F. ساين 150 بهاف تايم 2 روت 3 اتبقى روت 3 F تاني، 1 روت 3 plus 1 روت 3 يعني 2 روت 3 F. جبنا يا جماعه الاكس وجبنا الواي، هتقول لي يا مستر يبقى الريزلتنت ايكوال، كنا متفقين سكوير روت اكس باور 2 يعني 2 اف باور 2 بلس واي باور 2 يعني 2 روت 3 اف باور 2.
هتبقى سكوير روت 2 اف اول باور 2 هتوزعها على الاثنين خلي بالك، فبقى اسمها 4 عشان 2 باور 2 4 و اف باور 2. 2 روت 3 في براكت عليها باور 2 هتبقى 12 والاف عليه باور 2. 4 اف باور 2 بلس 12 اف باور 2 16 اف باور 2 سكوير روت ال 16 4 سكوير روت الاف سكوير باف يبقى الريزلتنت ايكوال 4 اف. مسألة طبعا سهلة بس بتاخد وقت شوية، طويلة شوية. بس السؤال اللي جاي بيقول لي يا جماعة، بيقول لي the rod is in equilibrium، هات لي T1 و T2 equal K. طيب تمام، سؤال جميل جدا. هنا طبعا يا جماعة عندي الرد اللي هو ال AB والويت نزل من النص بالظبط 50 و50، وطلع هنا string في اهو تنشن 1 وهنا كمان سترنج في تنشن 2، والراجل طلب مني تي 1 وتي 2 يعني عايز الاثنين بكام؟ طيب بسيطه يا مستر وسهله، ما دام انجلز هنبدا نشتغل يا جماعه لامز رول. هنقول ايه؟ هنقول تي 1 اوفر ساين الانجل ما بين الاثنين التانيين، خلي بالك ان دي 90 ودي 90 ودي كمان كلها على بعض 90. طيب بالراحه كده هنقول تي 1 اوفر ساين الانجل اللي ما بين التي 2 والويت 90 و 60 يعني 150 ايكوالز تي 2 اوفر ساين الانجل اللي ما بين تي 1 والويت 90 و 30 و 120 ايكوال اخر واحده الويت بقى اللي هو 30 اوفر ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين اللي هنا 90 ديجري. بحسبة بسيطة حضرتك هتعمل كروس مالتيبليكيشن عشان التي 1 والتي 2، التي 1 هتبقى 30 تايم ساين 150 ديفايد ساين 90 طلعت لنا 15، التي 2 30 تايم ساين 120 ديفايد ساين 90 طلعت لنا 15 روت 3، هو عايز تي 1 الاول بعدين تي 2 يبقى 15 و15 روت 3. السؤال الاخير جاي بيقول لي a smooth sphere of weight 20 newton rests against a smooth vertical wall. عندنا سفير مريحة كده على vertical wall بس طبعا مشدودة بايه او ممسوكة بسترينج، او السترينج اللي فوق ده اللي هو فيه التنشن اللي واصل جوه ده المنقط ده الراديوس، وقال لي ان السترينج بيميل بانجل 30 على vertical wall. طبعا انا ممكن اجيب لك ترسمها بس دي مرسومة جاهزة. الراجل طلب مني ايه بقى يا جماعة؟ الراجل طلب مني تي تو ار يعني عايز الريشيو ما بين التي والار. طيب بالراحه كده انت دلوقتي ما دام عندك انجل 30 ديجري وانت طبعا حضرتك عارف فيرتيكال وول وهنا الرياكشن طالع بيربنديكولار على الهوريزونتال يعني دي كده 90 ديجري. طيب مش يا جماعه احنا عارفين، تعالوا نفتكر ثالثه اعدادي ثانيه هتحل لنا المساله دي ببساطه قوي. الترينجل اللي هو 30 60 ادي 30 60 وهنا 90 كان سبيشال كيس اللي قصاد 31 الهايبوتنس 2 اللي فاضل روت 3، كان في سبيشال ترينجل تاني 45 45 هنا 1 وده كمان 1 وده روت 2. طيب هنا اللي قصاد 31 ريشيو طبعا الهايبوتنس هيبقى 2 والحلو ده اللي هو اللي جنبه هيبقى روت 3. طيب الراجل طلب من حضرتك ايه؟ الراجل بيقول لك انا عايز تي 2 ار. طيب انت دلوقتي عندك اختيارين، ممكن نعملها بتراينجل اوف فورسز بس ساعتها التنشن هتعطل معانا عشان التنشن هي الحته دي، بس ممكن نقولها اوفر التو كلها مش هيبقى فيها مشكله. يعني ممكن حضرتك تقول ايه؟ بص كده بالتراينجل اوف فورسز هنقول تنشن اوفر تو equal reaction على الاكستنشن بتاعه اللي هو 1 كده خلاص اصلا خلصت المساله على فكره equal 20 اللي هو الويت على البارلل لي اللي هو روت 3. لو عايز تطلع التي والار اعمل كروس، هو عايز تي 2 ار اللي هي تي اوفر ار يبقى 2 2 1 اللي هي 2 اوفر 1. طب في ناس ثانيه ممكن تعملها ايه يا مستر؟ في ناس يا جماعه ممكن تعملها لامي يقول لك 30 يبقى هنا دي 60 عشان 90 وطبعا دي 90 فيرتيكال وهوريزونتال 90 فيرتيكال وهوريزونتال
ستريت لاين يبقى دي يا مستر 180 ماينس 60 120، ويبدا يعمل لامي هتطلع له برده في الاخر ان تي تو ار ايكوال تو 2 1. ده يا جماعه كان ملخص سريع جدا على الاستاتكس. اتمنى الناس تشد حيلها كده وتحل كتير قوي، ولو في اي حاجه واقفه معاك ابعت لي. هنعمل فيديو تاني كده ان شاء الله على السوليد جيومتري، وربنا معانا ومعاكم ان شاء الله. السلام عليكم.